يتعزز ورسول جوي للجوية الجزائرية ب16 طائرة تسلم نهاية 2016، وهذا بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع 3 شركات مصنعة للطائرات. التوقيع تم بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، والتفاصيل مع حمزة أحمد بالقسم. تجديد الأسطول الجوي الجزائري ودعمه باقتناء 14 طائرة جديدة لمواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الجزائر، ليبلغ أسطول الخطوط الجوية الجزائرية 59 طائرة. من خلالها قلت سوف ندعم ونلبي الحاجيات الوطنية ونلبي الحاجيات فيما يخص الخطوط الإفريقية ونلبي كذلك الحاجيات يعني للخطوط البعيدة أو الطويلة الدولية حتى نعزز مكانة الجزائر. Ces acquisitions importantes permettront à notre compagnie de reconquérir des marchés au plan international et surtout d'améliorer la prestation au niveau national. بوينغ الأمريكية، أرباس الأوروبية، وأتيان الفرنسية الإيطالية هي الشركات الثلاث التي تعاقدت معها الخطوط الجوية الجزائرية من أجل اقتناء الطائرات. المبلغ حاليا فيما يخص 14 طائرة اللي مدينا عليها 3 عقود اليوم هو 60 مليار دينار جزائري. Cette relation elle est fructueuse, elle a toujours existé et on espère la continuer et la développer encore plus dans le futur. On a des relations très très étroites, très fortes avec la compagnie. C'est une compagnie très bien développée, très professionnelle. Ils ont toutes les capacités de maintenance, de formation sur notre avion. هذا وتواصل الخطوط الجوية الجزائرية مفاوضاتها من أجل اقتناء طائرتين من نوع كارغو. أما تمويل الصفقة فتتكفل به 3 بنوك عمومية.